الحقيقة الفرصة اللي احنا فيها النهاردة اللي وزارة التربية والتعليم بتنتظرها من العام للعام، لازم أتقدم بالتهنئة لأبناء الطلاب في نهاية ماراثون الثانوية العامة، وعايز أقول لهم إن شاء الله لما تلتحقوا في الجامعة هتعرفوا إن الثانوية العامة كانت أمر يسير، وطبعا بتمنى لهم في الحياة الجامعية رحلة موفقة وإثبات الوجود، وده الحاجة المهمة جدا. رسالتي لأولياء الأمور في هذا اليوم الحقيقة إن أنتوا لازم تثقوا أكتر في أبنائكم وتتركوهم يدرسوا ويلتحقوا بالمجال الذي يرغبون فيه، لأن ده اللي هيحقق لهم التميز. وبقول لأبنائي اللي ما حالفهمش الحظ إن شاء الله حظ موفق في العام القادم بإذن الله. لازم في البداية أتقدم بالشكر لجهات كتيرة قوي شاركت مع وزارة التربية والتعليم في إتمام امتحان الثانوية العامة، فإحنا عندنا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وعندنا التموين والكهرباء والاتصالات والصحة والأوقاف، وكمان بالأخص مباحث الإنترنت اللي كان لها تعاون كبير معانا في العملية الامتحانية في رصد بعض الحالات. طبعا ما ينفعش أبدا ما نشكرش الفريق الكبير قوي اللي كان معانا من داخل وزارة التربية والتعليم، الشؤون القانونية على الجهد اللي بذلته الحقيقة، والأمن أيضا سواء الأمن داخل لجان الأمن الإداري أو الأمن في غرفة العمليات، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي الحقيقة أستاذ دكتور رمضان، والإدارة العامة للامتحانات وما بذلته من جهد في غرف العمليات. أنا عايز أقول لكم إن العملية مش بسيطة أبدا في العدد الكبير جدا اللي كان بيدار ده منظومة كبيرة متكاملة إن كل طالب يوصله ورقة الامتحان بتاعته الخاصة بيه، لحوالي يعني ما يقرب من 800,000 طالب. ده عمل شاق جدا وعمل منظم ودقيق، ولو في أي خلل كان هيبقى فيه مشكلة في أداء الامتحان نفسه. فالحقيقة عندنا الإعلام أيضا من الوزارة التربية والتعليم، عندنا الإدارة المركزية للتكنولوجيا اللي كان لها دور، الشؤون الإدارية أيضا لها دور، كل الحقيقة منظومة متكاملة أدت لنجاح العملية. طبعا مديري المديريات ورؤساء غرف العمليات ده واحد من الناس اللي كانوا لهم جهد أيضا في إتمام عملية الامتحان بالشكل اللي احنا شايفينه.